في هذه المعركة التي سوف تتكلل في اللجنة. أما فيما يتعلق بالشهيدة سعدية فرجاءً نذكر بأن الأسير رائد ريان الذي مضى على إضرابه 91 يوما لا رغبة عن فلسطين وعن قضيتنا وعن من تحت الغطاء بفلسطين. شهدائنا شهدائنا وسنقولها فلسطين 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 الصامدين الصامدين الأحرار. يعني على يعني هذه الوقفة اليوم أمام الصليب الأحمر تنديدا بجريمة الإهمال الطبي التي تنفذ بحق أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال وأسيراتنا المجيدات، والتي كان آخرها الأسيرة المسنة سعدية فرج الله والتي قضت نتيجة الإهمال الطبي والمعاملة الطبية المهينة. نحن اليوم نوجه نداء إلى الصليب الأحمر بضرورة العمل الجاد من أجل تشكيل لجنة لمتابعة ملف الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال. ما يحدث الآن داخل السجون هو جريمة. لا يعقل أن الصليب الأحمر الدولي بعد أن ظهر الجندي الإسرائيلي هشام السيد بوضع صحي عندما نشرته المقاومة في غزة أن يخرج ببيان سخيف جدا ومخجل ومخزي في ظل وجود المئات من أسرانا الأبطال المرضى داخل سجون الاحتلال. لذلك يعني أنا بحب أحكي لك أنه هذا آخر اعتصام أمام هذه المؤسسة التي لم تقدم أي شيء لأسرانا الأبطال. نكتب على المسدس بحق الأسير المقدس بالروح بالدم نفديك يا أسير.